يبقى اذا حضرتك تتوقع ان انتخابات الاتحادات ما فيهاش مشاكل؟ المفروض ما فيهاش مشاكل. ما فيهم اتحاد الكوره؟ المفروض طبعا ما فيهم اتحاد الكوره. ليه ما في ليه في مشاكل في اتحاد الكوره؟ لو اللائحه موجوده، عشان لو نستبق الكلام حلو. لو اللائحه موجوده ومقرره من الاتحاد الدولي، مقرره من الجمعيه العموميه، وموافق عليها من اللجنه الاولمبيه، ومنشوره في الجريده الرسميه، بناء على هذه اللائحه وشروط الدعوه للجمعيه العموميه وشروط الانتخابات وشروط الترشيح موجوده فيه، يبقى كل زيها زي غيرها. طيب حضرتك قلت لو اللائحه موجوده، هي اللائحه موجوده؟ لا، يعني لغايه النهارده احنا اخر لائحه كانت موجوده عندنا، ما احنا في من السنه اللي فاتت كان في لائحه، ما اعرفش بتتعدل تاني، هل راحت الاتحاد الدولي السنه اللي فاتت بتاعت الاستاذ عمرو الجناني؟ ايوه فندم، هي في نوفمبر اللي فات بالتحديد. لو الاتحاد الدولي اللي لم تنشر في الجريده الرسميه حتى؟ لا لم تنشر، فلغايه دلوقتي يعني رسميا هي لم تنشر، انما اما تعدل من الاتحاد الدولي، من الجمعيه العموميه، يعني تاخد الاجراءات الاداريه بتاعت نشر اللائحه، نشر اللائحه، يبقى هذه اللائحه صالحه للعمل عليها، تدعى بها الجمعيات العموميه وتنعقد الجمعيات العموميه. يعني ما جاتش لحضرتك اللائحه الجديده حتى الان؟ لا يا فندم خالص. لا اذا لا توجد انتخابات لاتحاد الكوره حتى الان؟ بدون لائحه طبعا ما في انتخابات. المفروض اللائحه تيجي يعني في اي وقت، انا ما اعرفش، انما بدون اللائحه هي تجيلك ولا تيجي الوزاره الاول يا فندم؟ تروح لك ولا تروح للوزاره؟ ملهاش علاقه بالوزاره. اصل انا لما سالت، انا سالت الاطراف كلها، حضرتك الطرف الاهم، لان انت اللجنه الاولمبيه، مع كل الاحترام للجميع، لانك انت المسؤول عن الانتخابات حسب ما انا فاهم يعني. فلما مسؤول على اعتماد اللائحه في الماده الثالثه، على اعتماد اللائحه، الماده الثالثه من القانون، القانون الرياضي، بتقول الاتحادات الدوليه تعتمدها، وبعدين الجمعيه العموميه في مصر تعتمدها، وبعدين الاتحاد الدولي يوافق عليها ويصادق عليها، ده قبل ده مش دي القضيه، وبعدين تروح للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه عشان توافق عليها. نعم. وترسل للوزاره من اجل نشرها. طيب انا لما سالت المهندس احمد مجاهد قال لي والله انا الامر خرج من ايدي، اسال السيد الوزير. لما سالت السيد الوزير قال لي والله الامر مش عندي، اسال المهندس احمد مجاهد. فدلوقتي واضح ان حضرتك صاحب الاختصاص وبتقول لائحه ما جاتش. لا ما جاتش عندي. وانا النهارده تقريبا خلاص 16/7. ايوه. طب يعني الموقف شكله عامل ازاي برضه؟ ارجع نفس السؤال الاولاني، طب امتى الانتخابات وامتى الدعوه للانتخابات، وخاصه ان عندي مجلس معين بقالي سنتين. وفي نقطه مهمه بس حضرتك جاوب لي على ده الاول. اتفضل. يعني هي دلوقتي اللي يعلم الكلام ده طبعا اكيد الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي لازم يبقى فيه، الاتحاد الدولي دايما هو الجمعيات العموميه صاحبه الشان، وهو تعظيم دور الجمعيات العموميه دي، ده قانون الرياضه، وده المبدا استقلاليه الرياضه بصفه عامه، فلازم يكون اللائحه دي تتواجد، اللائحه لازم تبقى موجوده. هي فين برضه يا فندم؟ انا ما اعرفش يعني، هي يعني انتم ما عندكوش الاثوريتي؟ اكيد يعني اكيد احنا، لا احنا حضرتك دورنا مش متابعه اللائحه، احنا دورنا ان نعتمد اللائحه، اعتماد اللائحه بالموافقه، بلاش بس انت حضرتك اما تجيلنا. ايوه فندم، يعني ما جاتليش اللائحه، انا ما بسالش، انت مسؤول عن كل انتخابات الاتحادات. فما من النهارده في اتحاد ما عملش انتخابات، حضرتك لازم تسال ما عملش انتخاباتك ليه في لائحتك. ما اللي عارف ان الفيفا او الاتحاد الدولي لكره القدم مسؤول، يعني هو اللي حاطط اللجنه المؤقته، فاكيد في ترتيب ما، انا ما اعرفش يعني الحقيقه، هو ما جاتلهاش عن حاجه، ما اقدرش اجزم باي حاجه في